اليوم اجتزنا امتحان شهادة التعليم المتوسط. في الفترة الصباحية اجتزنا امتحان اللغة العربية، كان موضوع سهل. الوضعية الإدماجية كانت على العامل المنتج، والأسئلة في متناول الجميع. وبالنسبة للفيزياء كان خلاف الأسئلة في متناول الجميع، شد كرينا. والوضعية على الأمن الكهربائي. العربية كان في متناول الجميع، تقدر تخدم متوسط تاع التلميذ المتوسط، وتاع ما بتاع الفيزياء كان مليح وسهل، جانا سهل وخدمنا فيه ان شاء الله ونديه. السوجي تاع العربيه سهل متنوع، خلطونا وشنو ما جابولناش الصور البيانيه ماشي كي العبايد. والفيزياء الوضعيه كانت شويه مبدله، ما ماشي الامن الكهربائي، بدلوا في الطريقه تاع صياغه الوضعيه. وبقيه الاسئله كانت في متناول الجميع، يعني ماشي حاجه صعيبه وماشي حاجه سهله. العربيه شغل جات سهله شويه، سهله الاسئله تاع نص سهله، من الفيزياء جات صعيبه شويه، صعيبه الفيزياء. العربيه جات على العمل المنتج، والفيزياء الوضعيه جات على الامن الكهربائي، والسجي جا سهل. وبالتوفيق للجميع. مليح مي نورمال، سهل العربيه شويه، الأسئلة تاع اللغوية شوية، مي الفيزياء سهل بزاف نورمال، غاية مليح. إن شاء الله التوفيق للجميع، إن شاء الله يديو كامل البيان. أوني فوني كوم تو الموند أتوندر نو زيلاف، التلاميذ ديالنا بربي إن شاء الله ربي يوفقهم على كل حال. بطبيعة الحال الامتحان من طبع الامتحانات هي توجور الشوك ايموسيونال، هذا خايفين شوية على كل حال، مي متفائلين في نفس الوقت على كل حال، ربي يوفقهم إن شاء الله. ويفرح كل أولياء التلاميذ، هذا وبالله التوفيق، شكرا لكم. كان موضوع جد في متناول الجميع، أسئلة من النص وأسئلة من مختلف الظواهر التي نعيشها في المجتمع. وبالنسبة لامتحان الفيزياء كذلك في متناول الجميع، لذا نتمنى التوفيق للجميع وشكرا. خرجت من الخدمة على جلالة بني العام كامل وحنا نديرو، ماشي دوكا يعني حتى لا ديغنيغ مينيت باش تقلق، صح حنا العام كامل وحنا نخدموا. نتمنوا لهم ان شاء الله بمعدل موفق كما كانوا في العام، باسكو كانوا ممتازين في العام. نتمنوا لهم ان شاء الله باش تكمل الفرحه تاعهم ويوجدوا رواحهم ان شاء الله للليسي وللباك ولحياتهم العمليه ان شاء الله من بعد. توت فاسون انا جيت نسنى مافي وكمام راني يعني مكلك عليها شويه، ويسبيرو ان شاء الله يكون تكون خدمت بها هي هي وليزيلا في خلاف ان شاء الله كاملين، ونتمنى لهم النجاح ان شاء الله.